مفاجأة الأرصاد، الحرات تنخفض 12 درجة في هذا الموعد. أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من غد الجمعة يسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 30 إلى 35، ويكون الطقس شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى 36 إلى 38 لطيف ليلا، ودرجة الحرارة الصغرى 16 إلى 20. واعتبارا من الأحد 18 من أبريل ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى 36 إلى 40 معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى 20 إلى 25 مع فرص لسقوط أمطار. واعتبارا من الثلاثاء المقبل 20 من أبريل تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. تنشر بوابة أخبار اليوم خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية من غد الجمعة 16 من أبريل وحتى الأربعاء 21 من أبريل. الجمعة 16 من أبريل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء. السبت 17 من أبريل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد. الأحد 18 من أبريل فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد 30% تقريبا على فترات متقطعة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد وأتربة عالقة انهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء. الاثنين 19 من أبريل نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ولوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد. الثلاثاء 20 من أبريل فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد 30% تقريبا على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وأتربة به عالقة على مناطق من جنوب الصعيد. الأربعاء 21 من أبريل فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد 30% تقريبا على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وأتربة عالقة انهارا على مناطق من جنوب الصعيد. وطالبت هيئة الأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.